هنا يا جماعة سؤال ماجنتايزيشن باي اندكشن، وسؤال سهل جدا بس معلومة لازم تكون حضرتك عارفها، وهي بمجرد ما الماجنت يقرب من حتة حديدة سوفت ايرون بيخليها هي كمان ماجنت، يعني رغم ان دي مش ماجنت يا جماعة، دي حتة حديدة، بس جاست ان هي قربت من ماجنت هي كمان بتتقلب ماجنت. طبعا يا جماعة بيبقى لازم هيكون ليها بولاريتي، طبعا لازم تكون عارف ان اللي بيبقى قريب من نورث بيبقى ساوث، طبعا ما ينفعش نورثين جنب بعض عشان ما يريبلوش بعض، والناحيه البعيده بتبقى ايه؟ بتبقى نورث زيها عشان يحصل اتراكشن، لان زي ما احنا عارفين ان اي مغناطيس بيأتراكت الحاجات المصنوعه طبعا من سوفت ايرون وستيل، بس طبعا اسهلهم في التعامل هو السوفت ايرون. يبقى لما المغناطيس ده يقرب من حته الحديده دي هو هيخلي الطرف ده ساوث وهيخلي الطرف ده نورث. إذا يا حبايبي الإجابة ببساطة هتكون سي، دي حاجة اسمها ماجنتايزيشن باي اندكشن، هتلاقوها في أول درس الماجنتيزم خالص خالص خالص.